المقطع القادم يظهر فيه مواطن من ناحية القاسم في بابل تبرع بترميم أحد الشوارع الرئيسة بعد أن أغلق بسبب الحفر الموجودة فيه وطلب عدم الكشف عن هويته. طبعا مبادرة جميلة قام بها أحد أبناء مدينة القاسم، مبادرة ترقيع هذا الشارع بالصب الكونكريت. إذا جاي تلاحظون بالصب الكونكريت، طبعا بسبب تحفير هذا الشارع بسبب الحفر الكبيرة انتهى هذا الشارع، يعني وصل إلى الغلق، يعني بعد ما حد يقدر يفوت به. اضطرت الناس أن تستخدم السايد الثاني ذهاب وإياب، طبعا هو سايدين إذا تلاحظون. فبادر أحد الأخوة الكرام بصب الشارع بالكونكريت المسلح، اليوم مو بالتراب ولا بالسبيس ولا بالجلموت، اليوم المبادرة صارت بالكونكريت المسلح. إذا تلاحظون الأماكن الكثيرة أو الحفر الكبيرة قام بها اليوم. طبعا طلبنا منه ننشر هذا العمل الرائع، طلب من عندنا عدم ذكر اسمه، بس قال من حقكم، من حق الناس تفتخر، من حق المدينة تفتخر بأبنائها، بس هو طلب من عندنا فقط عدم ذكر اسمه. بارك الله به والله يحفظه. هاي إذا تلاحظون صب هذا صب كونكريت.